واسمع مني اليوم مع ميرا عبد الخالق مدربة حياة، وأيضا حضرتك مبرمجة للغوية وعصبية. صباح الخير ميرا. بونجور. أهلا وسهلا فيك. أول شيء بدي لك هابي بيرثدي، إن شاء الله بيكون عمرك طويل. ثانك يو إلك ميرا، وتنعاد على الجميع بمناسبة الأعياد، على كل الناس اللي عم يحضرونا وعلى كل العالم، وإن شاء الله بنتمنى أنا وياكي للعالم الخير والبركة، وتكون الأيام الجاية على الأقل أفضل من اللي راحت، لأن كانت اللي راحت قاسية. ميرا، اليوم موضوعك مثل العادة كتير مهم، وعنوانك يعني الناس بتعوز أنها تسمع حوله، التحديات اللي بتواجه الأسرة وكيفية بناء عائلة سليمة نفسياً. هلأ بنعرف الفكرة فضفاضة أنه كيف بنبني عائلة سليمة نفسياً بظل كتير أمور منا، أوضاعنا نحن النفسية، يعني الأهل أوضاعنا بتكون قاسية، ربما واقعنا منه سهل، ربما طفولتنا ما كانت سهلة، فحاملين معنا كل عقدنا وكل رفضنا هيك، وربما كمان بالجين ورتنين، يعني بنعرف الأفكار الأطباع والشخصيات والكاركتر، فكل هيدا بنحمله معنا على الحياة اللي بدنا نعيشها، وبنرجع من في ناس بتجدر حياتها، يعني بتعيدها هي ذاتها وبتورثها لأولادها مثل ما هي، وفي ناس طبعا بتوعى وبتعرف إنه اللي مرقت فيه وكان صعب ما لازم تمرق فيه أولادها، لازم تراعيهم، واللي بالعكس كان حلو وسهل تعملوا مع أولادها وتكبروا أكتر وأكتر. فتفضلي. أول شيء بناء الأسرة منه شيء بالسهل مثل ما نحن ربينا عليه، إنه يلا بيتجوزوا بيجيبوا عائلة وبيربوا أولاد، ومثل ما العالم ربت أولاد بيربوا أولاد. هيدا الشيء أبدا منه بالسهل. اليوم أنا من فترة طرحت على الهيئات العليا الروحية مشروع ينعمل مثل بروجرام دراسات وتوعية ومحاضرات حول كيفية بناء الأسرة بشكل سليم، تكون مثل دورات إجبارية ما قبل الزواج. لا. بس أكيد مثل كل شيء عنا بلبنان بده وقت وبده إمضاء وزارة وبده أتسترا. كتير أقولك بس هيدا الدورات يعني لو حصلت أو تحصل عادة بتأثر كتير، يعني إذا اثنين عملوا دورات طبعاً قبل الزواج بفوتوا على زواج ناجح، يعني أنا بقول لو من 12 سنة أنا قبل ما أتزوج كنت بعرف اللي بعرفه هلأ، وكان في مني اللي ما تزوجت لا يمكن كنت ما تزوجت، ويمكن كنت في كتير قصص كانت غير. اوكي سو اليوم نحن في ناس عم بتوعينا وعم نطلع وعم نغير وعم نعرف اكثر، قبل يمكن ما كنا نعرفهم. سو كثير مهم تجاربنا بالحياه، خبراتنا بالحياه، اللي درسناهم اللي تعلمناهم نعلمهم للاجيال اللي رايحه تفتح بيت. انا مره قلت له لدكتور سامي كلايب بمحاضره حول الاسره كمان باليونسكو، قلت له انه نحن اليوم تنبني أسرة بدنا نكون سليمين نفسيا، وبدنا نكون مجهزين مثل ما نحن ما منسلم مبنى لشخص مش دارس هندسة، مثل ما نحن ما منسلم عملية لشخص مش دارس طب، فنحن كيف عم نسلم العالم يبنوا بيت ويجيبوا أرواح على هيدي الحياة وهني مش مؤهلين وهني مش دارسين؟ فمثل ما كل شيء بالحياة عليك الحياة بتعلمك. ايه بس ليلى ننطر، بس انتو عم تعلمك الحياة رح تغلط كتير. مزبوط. والولد ما بيتغلط معه. مزبوط. ونحن ليلى ننطر بعد ما نتوجع نتعلم، نحن فينا نتعلم قبل ما نتوجع من 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 خلال غيرنا. سو كتير مهمة هيدي الفكرة. هلا بناء الأسرة منه ما بيقتصر على زواجنا وجبنا اولاد، هيدي شيء كثير بديهي بالحياه، وهيدي تركيبه البشر بتصير. نعم. بس نحن تنكون بمجتمع سليم، تنكون عم نبني اولاد سليمين، اول شيء بده يبلش وبدنا ننطلق من نحن ككابل. اوكي هلا العلاقه، خليني انا اقسم كذا بارت الموضوع. العلاقه بين الشريكين كتير كتير لها دور على الأطفال. أولا بده كل واحد فيهم يشفى من عقده اللي كنت عم تقولي حاملين معنا عقد من طفولتنا. Exactly. نحنا كلنا بس بدك مين يعترف انه عنده عقد؟ كلنا بنحمل عقد من طفولتنا، ونحنا لما نلجأ لأخصائيين من قبل ما نتزوج
ونساعد حالنا نطلع من هيدي العقد، منفوت على بيت ومنبني بيت جديد ومنبني إنسان جديد من حالنا، يقدر يعمل هيدي الروح اللي بيجيبها على الحياة، يقدر يكونها صح. نعم. إذن أول فكرة ميرا عم تقول إياه أنه بليز أول شيء آمنوا أنه كلنا عنا عقد. أكيد. ما حدا خالي. ما حدا ربي صح. ومنا تهمة. يعني مش تهمة أنه أنا أكيد. عندي عقدة نفسية أو أنا عندي وجع. كل إنسان بحاجة يتطور. أوكي. زائد أنه نحن حملنا أهلنا جواتنا، يعني أنا نص أمي نص بيي، فبعرف شو المشكلة تبعيتي، وبعرف انه في شيء لازم اعالجه، وشو بيقولوا يعني قاعده او قضيه القتل عند فرويد اللي قال عنها قتل الاب او قتل الام. مزبوط. قتل المعنوي طبعا، انه انت تقتلي هالاشخاص جواتك لحتى تعملي شخصيتك الخاصه فيك. يعني بضلك منك موجوده. مين انت ميرا؟ من انت؟ انت امك وبيك لتعرفي مين انت عمليا. طبعا هيدا الخليط نحن اللي ببلش العلاج اللي عم تحكي عنه. اكيد. فالتشخيص شخص حالك أكيد. وآمن أنه عادي عالج حالك. أول شيء ما حدا في غير حدا إذا ما هو الشخص آمن أنه بده يغير. يعني أنا لا أنا إيفن حتى أولادي ما فيني غيرهم أنا إذا هني ما اقتنعوا أنه في بوينت معينة بدها تتغير. سو الواحد أول شيء بده يآمن بحاله أنه نحن بحاجة لنغير، نحن بحاجة لنبني شخصية جديدة أو لنبني شخص شافي مش او شفي يعني من صحيح. الماضي من من العقاد من المقاسي عرف ما ينساهن بس ما يخليني اسرع عليه. اوكي هي هو عمل كنترول على حاله. ايه هيدي النقطه، عرف يسامح، عرف يتجه صح. سو هون بتبلش اول بوينت. هلا نجي از كابل، اول شيء علاقه الكابل تتكون ناجحه بدهم يتقبلوا بعض كيف ما كانوا، اللي بيحب التاني بيقبله مثل ما هو. بس في حدا بيجي بيقول لك هلا انه كيف بدي اقبله مثل ما هو؟ ما التغيير كثير مهم بالحياه. ضروري. بمعنى اذا بس انا بدي اعيش معك ما فيني غيره اذا هو ما بده يتغير. ايه بس انه انا اذا بدي اعيش معك واظهر من العلاقه معك مثل ما فتت، شو بتكون الفتينه؟ انه انا لازم اثر فيك ايجابيا. مزبوط. بالعكس انا اعطيك ايدي ما جابك ما واجب. بس فرق بين اني اثر ايجابيا، فرق بين اني اعيش بحرب مع هذا الشخص انه انا بدي غيره. ايه لا هي هي الفكره. بحب. هي الفكرة. في محبة بدون حروب. فالحب، الحب هو اني اتقبل واقبل شريك حياتي، ولادي، اهلي، اي شخص بحبه مفروض اتقبله مثل ما هو وبطريقة حلوة ساعده ليتطور. صح. اوكي. سو هيدي العلاقة اللي بتبنى بين الشريكين انه الحوار اول شيء والتواصل. على فكرة الحوار والتواصل هو الأساس لبناء مجتمع بكامله. أهم شيء هو الأساس لما نحن منكون معلمين التواصل الصح والتواصل بطريقة حضرية والتفاهم والصراحة والوضوح، نحن منعيش مرتاحين مع كل المجتمع. أكيد. هو أصلاً مش بس مع الزوج ومش بس مع الولاد ومش بس مع الأهل. صح. اليوم حتى بشغلنا إذا نحن عم نتواصل صح يعني نحن واصلين على الطريق الصح. وعم نقول إنه التواصل هو علم. أكيد. مش أي حدا عنده أكيد. موهبة التواصل. أكيد. مش أي حدا بيقدر يطلع مكنوناته. في شيء اسمه communication skills. أكيد. فالcommunication skills مش بالسهل إنه واحد هيك يكتسب معه. إلا إذا خلقت معه. هو يا بيتخلق معه يا بده يكتسبها يشتغل عليها. هي تكتسب ويشتغل عليها أكتر ما هي بتخلق معه. ايه بس كمان إلها علاقة بذكاء العاطفي. لأنه هي صنع، هي بالنهاية الولد صنعنا نحن. هو بالنهاية الولد خليط نحن شو منكون كأهل. فبيشتغل عليها الإنسان بيطورها. هلا لنرجع ككابل. الكابلز بس يصير في عندهم أولاد، هاي البوينت كتير بدي ضوي عليها. للأسف كتار بس يصير عندهم أولاد بتصير كل هالحياة بس كرمال الأولاد. هلأ ضروري وطبعا نحن كلنا كأهل أولويتنا هي أولادنا. ونحن خاصة كأمهات دايما ما بنعمل شيء لإلنا على حساب أولادنا. البرايوريتي هي للولد أكتر من يمكن شوي الرجال بيفكر بس بحاله. بس المبالغة مرضية أكتر. بس لازم حتى الولد يعرف إنه
ماما عندها وقت خاص إلها. صح. ماما عندها بارت إلها. وبابا لازم يعرف إنه ماما في شيء بتحبه ماما. وبابا لازم يعرف إنه ماما عندها وقت خاص إلها. والبابا هو اللي بيساعد الولد يعرف أكتر إنه هيدا الوقت للماما. إنه الما إنه حتى الرجل أكيد ضروري يعرف إنه المرأة ما خلقت بس لتربي الولاد ولا تهتم بالولاد ولا تطبخ ولا مرة ولا تشتغل ولا. فالمرأة إنسان قبل ما تكون أم. المرأة بحاجة لتعمل الشيء اللي بتحبه، الشيء اللي بيريحها، الشيء اللي بيخليها توصل بالمجتمع، الشيء اللي بيحقق لطموحها. صح. ف... ولازم يعرف كمان إذا هو بيظهر برات البيت يشتغل وهي بتظهر برات البيت يشتغل جوا لازم يساعدها. لما يرجعوا اتنيناتهم رح يشتغلوا بنفس النسبة. أكيد أكيد. مش إنه يمد إجري وإنه يلا حط الأكل لحظة شوي، انه بدنا ننتبه لانه الاولاد كمان عم بيشوفوا. اذا ما نرجع للاولاد بكره الصبي رح يتماهى معك ويطلع رجال يامر مرته، والبنت رح تقبل لانه امها قبلانه. سو ضروري الاهل ايفن لو صار في اولاد يعطوا حتى وقت لهم as couple. يعني انا بلاقي كثير اشخاص بعد الزواج بتصير كل وقتهم بس مع الولاد، بيفوت مثلا شخص الزوجة أو الزوج بينام بكير، ما في وقت لإلهم as couple. هلا أنا لما بنصح بهيدا الموضوع مرات كتير يمكن في أشخاص بيفكروا إنه القصة بدها تكاليف أو الظهرات بتكلف للولد أو لا، بأخص بهيدي الظروف وهيدي الأوضاع. بيقولوا لي مثلا أنا اللي بدي حطهم على ظهر أنا وزوجي لا أولادي أو لا. لا بس هن اتنيناتهم مهمين. هلا نحنا فينا نعرف هيدا الشيء، فينا نعمل كمان قصص منا بحاجة لتكاليف. صح. يعني نحنا إذا عنا حدا نترك عنده الأولاد فينا نروح مشوار ما فيه تكاليف، إذا ما عنا حدا نترك عنده الأولاد فينا ننطر للأولاد يناموا ونعمل قعدة كل يوم على شيء نحن منحبه، نخترع من ورا شيء شيء. مهم يكون نعم. في كل يوم جلسة حوارية بين هودي الكابلز. أيه. يفشوا خلقهم لبعض. أكيد. يطلعوا هيدا الاسترس لبعض لما يصبوا بالولاد. نعم ميرا خلص وقتنا، هو موضوع خلص بسرعة، هو موضوع فضفض. ما شيء من اللي بدي أحكيه. هو موضوع فضفض بس بدي أنهي بجملة ونرجع نكمل جملة الجاي، نحن حنتلاقى على كل حال. أوكي. بس ننهي أنه الولاد لازم يعرفوا الناس أنه الولاد حتى لو ما صار المشكل قدامهم، إذا في مشكل بين الاثنين بتحسسوا. طبعاً. طاقة البيت بيأثر في مشكل. بيأثر كتير سلباً عليهم. ولو في حب حتى لو كانوا زعلانين رح يشوفوا قلوب عم تطير بالهواء. فلازم دايماً إنه خلص مكملين مع بعض ولا مش مكملين، إذا مكملين وفي أولاد خلوا الحب يبث طاقته جواتكم للأولاد يتحسسوا يشربوا يطمئنوا وبعدين يعملوا حياة تشبه حياة أهله. أهلاً هيدا الموضوع رح نفضفض، هيدا الموضوع ما رح يخلص على كل حال، رح نكمله الأسبوع الجاي.